السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزيتونه. في برنامج الزيتونه بلخص لكم كل مره كتاب جديد وبديكم كده زي الزيتونه بتاعته، عشان لو انت ما عندكش وقت ان انت تقرا او انت اصلا ما بتحبش القرايه ما يكونش عندك اي حاجه خالص ان انت تستفيد معانا. اتفقت معاكم المره اللي فاتت في برنامج الزيتونه ان احنا هناخد كتاب عن الفلوس وازاي الناس اللي معاها ملايين بتفكر وازاي انت تفكر زيهم عشان باذن الله يكون معاك فلوس زيهم. وعلشان كده الكتاب اللي معانا النهارده هو اسرار عقل المليونير او Secrets of Millionaire Mind. الكتاب ده كتبه واحد اسمه هارفي ايكر، اتنشر سنه 2005، والكتاب ده حقق 4.1/5 على جود ريدز. كل الناس الاغنياء المشاهير في حياتك كلهم صدقوا في الكلام ده، حد مثلا زي ستيف جوبز، حد زي بيل جيتس، كل الناس صدقت في كلام الكتب ده، وعشان كده لما صدقت فيه وطبقته قدرت تنجح. بس لو انت فضلت تسمع الكلام ده وما تطبقهوش اكيد طبعا مش هتنجح ومش توصل لحاجة، بالعكس انت هتزهق من كتر الكلام. ولكن اشجعك ان انت تسمع الكلام وتبتدي تنفذ معايا عشان كلنا كده نتنغنغ. فكرة الكتاب المنطقية جدا من وجهة نظري اللي الكتاب ده مبني عليها هو ان انت لازم تكون بتغير طريقة تفكيرك علشان في الاخر توصل لنتائج مختلفة. الفكرة يا سيدي بيقولك ان الافكار اللي في دماغنا لو فضلت موجودة وفضلنا محافظين على الفكرة اللي في دماغنا هينتج عن الفكرة دي مشاعر. المشاعر دي هي اكتر حاجة تزقك عشان تعمل افعال، وبالتالي لما تعمل افعال هتلاقي نتائج. يبقى اذا الافكار بتساوي نتائج، يبقى لما تفكر زي المليونير ما بيفكر النتيجة ان انت هتوصل للمليونير ده فعلا، هتوصل للنتيجة اللي توصلك للملايين. ستايل الكتاب عبارة عن comparison، direct comparison، مقارنة كده ما بين حاجتين، مقارنة ما بين الناس الأغنية والناس الفقراء، بس مش الأغنية في الفلوس والفقراء في الفلوس، زي ما قلتلكوا الأغنية في التفكير. فضل هارفي إيكر طول الفصل الأولاني يشرح لنا الفكرة اللي هي بتاعت إن الأفكار بتولد مشاعر والمشاعر ديت بتنتج عليها أفعال والأفعال بتتحول لنتائج، وفضل يشرح لنا عن هارفي إيكر إن المشاعر دي لو موجودة ومتأصلة وحقيقية هتتغلب على أي حاجة، هتتغلب على أي عائق، هتتغلب حتى على أي منطق. وبعد كده إدانا كام نصيحة نغير بيها فكرنا، وعشان كده أنا جبت لكم النهاردة في برنامج الزيتونة أهم 7 أفكار موجودة في الكتاب ده، وهم من وجهة نظري أنا دول زيتونة الكتاب كله. زي ما قلت لكم ان الكتاب ده عباره عن مقارنه بين الناس الاغنياء في فكرها والفقراء في فكرها، فانا هشرح لكم 7 نقط بمقارنه. اول فكره عشان تكون انسان غني واول فكره فيها مقارنه بين الناس الاغنياء في عقلها والناس الفقراء في عقلها هي كميه الطموح. بيقول لك كده ان الناس الاغنياء بعقلها طموحهم عالي جدا ملوش حدود، اما الناس اللي عقلها فقير فطموحها قليله. تعالوا ناخد مثال، الشخص مثلا اللي عقله فقير ده ممكن يخش محل عشان يجيب هدوم ويقعد يفاصل مع الراجل من 150 جنيه ل 130 جنيه مثلا، 120 جنيه، يا عم فاصلت في 50 جنيه وجبته ب 100. هو بالنسبه له كده ان هو برنس، ان هو وفر 50 جنيه، بس هو طموحه على قده، وهو طموحه ان هو يوفر 50 جنيه في شروه. انما الشخص اللي غني بعقله طموحه اكبر من كده، مش طموحه ان هو يقلل مثلا 50 جنيه في الحاجه، لا، طموحه ان هو مثلا يلاقي شغلانه تجيب له اضعاف اللي بتجيب له دلوقتي، فيقدر يشتري اي حاجه من غير حتى ما يضطر يفاصل. يبقى اول فكره لازم تكون موجوده في دماغك عشان تتحول من ان انت بتفكر كانسان فقير الى ان انت تكون بتفكر كانسان غني، هو ان انت يكون عندك طموح اكبر من اللي انت فيه دلوقتي بكتير. احلم براحتك، اطمح براحتك. تاني فكره موجوده معانا النهارده اللي هتنقلك من عقليه الحد الفقير لعقليه الحد الغني وبالتالي تكون انسان غني، هي ان انت تستغل اي حاجه في حياتك تحصل ان هي تكون فرصه. دايما الشخص اللي دماغه غنيه بيبص لاي حاجه بتحصل ان دي فرصه ان هو يكسب منها اكتر، وعلى العكس تماما بقى الشخص اللي دماغه فقيره فبيبص على اي حاجه تحصل وعلى اي تغيير ان دي حاجه عائق في النص. هنروح بعيد ليه؟ تعالوا اديكم مثال حي. احنا دلوقتي في البلد سعر الجنيه قل جدا وبالتالي سعر الدولار زاد، في ناس شافت ان ده عائق ان هي مش هتقدر تشتري كل اللي هي عايزاه، وفي ناس تانية بصت ان الحاجة دي فرصة ان هي لو عرفت تعمل اي حاجة تتصدر بالدولار او تتباع بالدولار او تشتغل في اي حاجة ليها علاقة بان هي تجيب فلوس بالدولار، يبقى هي كده هتبقى من الناس اللي عايشين مرتاحة جدا في البلد من غير اي حاجة. مش عايز يعني اتكلم في الموضوع ده كتير، انا مش خبير اقتصادي يعني، ولكن خد اي حاجة تيجي في سكتك كأنها حاجة فرصة انك تكمل. ما تاخدش اي حاجة وتحطها ان هي عائق قدامك، لا، اي حاجة تيجي في وشك، اي تغيير يحصل ده فرصة انك تتطور. تالت فكرة موجودة معانا النهاردة موجودة في عقل الناس الأغنياء عقليا، هي ان الناس ديت بتعجب بالناس الأغنياء،
الناس السرية، الناس اللي عارفة تعمل ثروة، فدايما بيحاولوا يكونوا موجودين حواليهم عشان يتعلموا منهم، على عكس الناس اللي عليها فقير اللي بتشوف ان اي حد غني لا اما حرامي لا اما مرتشي لا اما بقى صدفة جت معاه كده. حوط نفسك دايما بناس اثرياء وناجحين عشان تعرف سرهم، عشان تعرف هم عملوا كده ازاي، عشان تقدر توصل لحاجة شبه كده في يوم من الايام. ما تتعاملش بعقلية ان الناس دي يا عم حرامية لا اما مرتشين لا اما عملوا حاجات وحشة كده عشان يوصلوا للكلام دوت. الناس دي اصلا مش اهل للثقة، الناس دي اصلا مش معناه ان هم كده كانوا بيتعبوا او ان هم يعني كانوا كرياتيف او عملوا حاجة جديدة. لو فضلت تدي لنفسك مبررات ان انت تبعد عن الناس دي وان انت تشوفهم بصورة وحشة، فانت اكشلي كده بتدي لنفسك مبررات ان انت تفضل فاشل في مكانك. بلاش يا فندم الكلام ده، بتعصبك يا فاشل. اه بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل. رابع فكرة معنا النهاردة ورابع فرق هي ان الناس الاغنياء دايما مستعدين وجاهزين ان هم يبيعوا اي حاجة، يبيعوا اي حاجة مش يبيعوا اي حد. دايما كده يقدروا يخلصوا صفقات، فهلويين ليهم في المبيعات، اديهم اي حاجة يبيعوها ويخلصوها لك. على عكس بقى من الناس اللي دماغها فقيرة اللي شايفين اصلا ان المبيعات او البيع ده كله حاجات يعني ملهاش لازمة وباطلة وكلها يعني تضيع وقت على الفاضي. من الاخر يعني كده ان هو مش حاسس بقيمة نفسه ان هو ممكن يضيف في حاجة. اديكم مثال على الموضوع دوت حصل معايا. انا كان والدي جايب لي موبايل كده وانا ايام ثانويه عامه، موبايل كده بزراير كان جايبه بالقسط. رحت انا بعت الموبايل ده وجبت موبايل اقل منه بس مستعمل. خدت الموبايل المستعمل دوت ورحت عرضته للبيع بسعر اعلى سيكه وبعته، وجبت واحد اعلى منه تاني مستعمل، والجهاز المستعمل الجديد ده رحت بعته، وهكذا. وفضلت اعمل كده لغايه ما في الاخر جبت جهاز من الاجهزه الكبار ديت اللي كانت شاشتها كبيره وكانت غاليه جدا في وقتها. في ناس بقى انتقدوني وقالوا لي ان انت كده ما عملتش اي حاجه، انت يا دوبك جبت حاجه بعتها ورحت جبت حاجه احسن شويه. الناس بقى اللي قالوا لي دول هم دول اللي عليهم فقير اللي بقول لكم عليه، اللي هو اصلا شايف ان عمليه البيع دي اصلا ولا اي حاجه، انما الناس اللي عليها غني هي اللي مؤمنه بفكره البيع. خامس فكره ودي كلنا بنعملها كشعب مصري هي ان الناس الغنيه بعقلها بتختار ان هي تكسب فلوسها او تعمل فلوسها عن طريق ان هي تقدم نتيجه تاخد قدامها الفلوس دي، على عكس الناس الفقيره اللي هي دايما بتفكر ان هي هتاخد فلوس او هتاخد مرتب منك بناء على الوقت اللي هي بتديه منها ليك. فتلاقي الانسان الغني يقول لك انا هعمل لك كذا بس قدامها هاخد منك قد كده. الانسان الفقير يقول لك انا هقعد معاك الاسبوع ده بس هاخد منك 100 جنيه، واتيفر بقى انا عملت لك ايه، واتيفر طلعت لك الشغل كويس ولا وحش، انا معاك بالساعه. سادس فكره وسادس فرق معانا النهارده بين الانسان الغني والانسان الفقير في عقله هو ازاي كل واحد فيهم بيتصرف في الفلوس. مش هطول كتير عليكم لان دي خدناها في الكتاب بتاع المره اللي فاتت بتاع ريتش داد بور داد، ولكن هقول لكم كده بسرعه ان الانسان الغني بعقله اي فلوس بتجيله بيحاول ان هو يحطها في حاجه تجيب له فلوس تاني، انما الانسان الفقير بعقله بياخد الفلوس يصرفها على حاجات ما تديلوش اي فلوس تانيه. سابع واخر فكره موجوده معانا النهارده وتبين لنا الفرق بين الانسان الغني والانسان الفقير هي ان الانسان الغني دايما عارف ان هو محتاج ان هو يتطور، عارف ان هو لازم دايما يطور من نفسه، ان هو مش عارف كل حاجه، على عكس الانسان الفقير بعقله. فالانسان الفقير بعقله كده دايما شايف ان هو عارف كل حاجه ومش محتاج ان هو يطور نفسه، هو خلاص جاب سقف نفسه فاتعلم ليه. بكده نكون خلصنا مع بعض وخدنا السبع افكار اللي لو فعلا فكرت فيهم وصدقتهم هيتحولوا لمشاعر، والمشاعر دي زي ما قلنا تتحول لافعال، والافعال دي ان شاء الله يا رب تتحول لنتائج وتكون فعلا انسان ثري وانسان مليونير وانسان غني جدا. خلصنا كده مع بعض كتاب اسرار عقل المليونير. يا ريت لو الحلقه دي عجبتك وفكره الزيتون عجبتك تعمل شير للفكره عشان توصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزيتون على الفيسبوك ولليوتيوب تشانل عشان كل اسبوع تلاقي كتاب جديد. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزيتونه. شكرا.